صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتا خاصة إنك إنو خاصة والله إياكم مينن هلين إنك إلهي وإنو نعمي فتكن خاصة أفغان لغة صومالية يكوها الله فهم يكوها الله سيقار إلهي وحمدنو مسلمين با إلهي نقرد يا بياشين مسلم ولا لهين مسلم أو وياشين مسلم أجدادين مسلم عدد كسوجة دوا مسلم وحنكوّد صحابة رسول رضي الله عنهم إسلام نمذا حدو صحابه مسلم يحي إسقنا ما ركتان أبيه هو يدي دت كيسو قال نمذا كسرنا يعني صحابة رسول قصير ذو دمر كل لون نقضي إسقي حدو مسلم نقضو أبيه قال نمذا كسرنا خالد بن سعيد باكمدا صحابي قالوا نجر الله رعليك النقضي خالد بن سعيد وحكم نامي أسباب تأوكو إسلام وحكمدا حي isaga oo wuxuu ku manaamay aabihi oo naar ku dhex jira oo ilinkiisana soo qaadanayo soo jiidaya oo naarta ku soo tuuraya uu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam halka guntiga uu ka hayo dadna markaas hordadii ka kacay buu yiri argagax abuubakar siddiq baan u sheegoon ku yiri abuubakar oo maxamed adiga rumeyo raace bal manaamkan aan arkay ii cabir baan ku yiri buu yiri marka ii cabir riyada wanaagsanaad ku riyoota dadka khayrka aad ku tuhmaysaa loo sheegaa وأوحي كوجو عبران لكن وحلا إلى ذو حلم كهواويجا إن نحن تبدل الله مشيجو والسنة دي نبي جن عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة قاسوا أردوه وشجع أبو بكر أبو بكر الصديق بقولي منام كأذ أركت وحق أبها النار بكرد عياي وقال لماذا أكجرو كفر جا يا شرك جابو كرد من يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام دين تنو إنه لي مدوا الدين النقوله نارتها كبت بعدان أنا جيسور رعب ونبي قلنا ليه وأنا أخذهم بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي أنا جونا جنت جاسان النجاح يا هلك نحركا أيان النهاية أبو نبي قل عليه الصلاة والسلام ساء نارته وقول عمن النجاح الجنيا إن جونا وادسك كي قلنا سانو نارته تكوها من إسلام رسول كويل لأن الرياضي مركوش يقول والله ما نام قالوا كنت سوى حق أبها نار بو خود دنبين دونا نار بو نكود عدونا قالي مو كود منا يا أدغن نبي محمد وكو قرمنا يا يي هم كو جيه كالي واسكوص إسلام ونبي محمد كود يبولو راع وحقا قوصو كحي يي لأن مركب النبي أوكينا عليه الصلاة والسلام خالد بن سعيد مركب النبي هرتي سوكو إسلامي أبيه با مغلا مركب سعيد بن العاص با مغلي إن كيسي او دين جم محمد او قلي ومكة لجوغا داتك مسلمين توافر كتريس ويام وفلي قفقي مسلمي إسلام نمد إلهي كقل دايستو بركابا والا عذابا يا والا دبايا ولا لهي بودرو لسو قبتا والا قبتاي أفرت أدين باللغا حدي بيه باللغا دبي باتك باللو دي دي وحن لقو قصبا يا إنو قالوبو ردوبو ولكن إساقو وحولي يا مي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دانا مركا او كريوايا او أركا ننكني إنه دين الإسلام كأونا كن قنين أيو يري حركها كسيدايا مقال هذا ما كه إسك قالوا وجهي سهيج إيه قريو ما لان جوجا يونس أو جوكسن بعد نسين مين بينا ورابين مينو هرادي أوني جاجها أودين تي مركي سدا أبيه أكويري أيو يري أب هذا هذا قوت كاد هاي ستي هذا جم من عصتي أنا جيلا هاي بيقودين يبوكير الله مسلم جديدة وشلي إسلامي أي مركب قلبي سيقين تو أكون بعيسى أو كله هنجا جودو أبها يهنوايو ولا لها يهنوايو قرابة إذا هنوايو وحي دباتي سوغا ده هاي سوغا دو لكن مر هذا مسلم أنا أنا هاي إسلام نمضي وانكو قن عسنا هاي دين الإسلام كأقوف لنا إضيق دون تويا ها دين الإسلام كأقوف لا تو أيها المسلم ها هيجن هنجرجا nin muslima oo dadkeena ayaa maalin maqlay inuu dhoofayo wadanada reer galbeedka marka ayuu rabaa inuu ubadkii reerko dhan u qaado markaas aan salaamnayo salaamu alaykum ma sha Allah bal warano waxa ay ugu maqal in haa dhoofaysiday markaas uu haa waan dhoofayaa waxa geed tagay dhulkaas maxaa jira wuxuu qaaradan afrika leeyahay oo la isku ma halayn karo buli nabadgelyo ma taalo tacliin ma taalo caafimaad ma yaalo shaqo ma taalo system ma shaqeeyo kolbaniga meesha haystoon baad dadka ku jooga marka wadanada horumaray ee nabadgelyadu ay taalo ee dhaqtarka iyo tacliinta fiican leh
ayaan ciyaalka mustaqbalkooga la raadsanayaa buu yidhi. U fiirso Khaalid ibn Sa'idna eeg, shaluu islaamay, aabbihii baa ku leh baadiye bii ku siin maayo. Markaasuu u jawaab uu leeyahay, carabka maaha waxa jawaabaya, waa caqiidada ayaa jawaabaysa, iimaanka qalbigiisa ku jiraa jawaabayo ku leh, aabba haddaad adigu baadkii biyahaagii aad iga mancisatay, aniga ilaahay baa iquudanaya oo isiinaya buu ku yidhi. Khaalid ibn Sa'iid uu yimid, nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam, waa markuu nebigu joogay daartii Arqam ibn al-Arqam, halkaabuu nebigu xataa masaajidka xaramka looma ogolayn, halkaabuu nebigu saxaabadiisa qur'aanka makkiga maka ku soo degay ee aayaadka qur'aaniga makkiga iimaaniyaadkii aakhirada ka warramaya iyo qisasul anbiyaa'i wal-umam as-saabiqa ayuu markaa nebigu dushooda ku akhriyaa. Iimaankooga ayaa markaa dhismaya, yaqiintoodii caqiidadooda ayaa la dhisayaa, u tarbiyadaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam. Deedna maalin maalmaha ka mid a wuxuu maqlay Khaalid, aabbaha waa sankaraad. Deedna markaa buu soo socday aabbihii oo sankaraada buu dul yimiday, odaygii dhalay markaa buu dul joogsaday. Odaygii baa sidaa u eegay, ma Khaalid baa? Ha aabba, waa Khaalid weeyaan. Diintii Maxamed ma ka soo noqotay? Markaasuu yidhi, may aabba, may kama soo noqon, kamana soo noqonayo. Mid iga qor buu ku yidhi, mid iga qor, haddii xanuunka aan ka kaca buu yidhi, maanta ilaaha Muxamed maka lagu caabudi maayo buu ku yidhi. Khaalid ibn Sa'iid wuu maqlayaa hadalkaa, gaalnimadu aabbihii uu ku manaamay inuu naar ku dhacayo, qiblada intuu u jeestay ayuu yidhi, samada intuu eeg gacmaha cirka u taagay buu yidhi, ilaahow aabbahay mowqifkiisa weli ma bedelin, halkaasoo ma taagno, ilaahow xanuunka ha ka kicin, ilaahow ku qaad buu yidhi isagana. Waxbaar xanuunka inuuba ka kicinba, ilaahow ku qaad, ilaahay waa ku qaaday xanuunkii, gaalnimadiisii jahannamu la tegay, walciyaadu billaah. Waxaan ka wadaa saxaabada rasuulka radiyallaahu canhum, islaamnimada hadduu saxaabigu muslim yahay, isaguna ma aragtaane aabbihii iyo hooyadii iyo dadkiisu gaalnimada ku sugnaayaan. Laakiin innaka maanta ilaahay waa inoo nicmeeyey, haddaan abtirsanno 20-ka oday, 30-ka oday aad ku abtirsanaysid, hal oday oo gaala laga heli maayo. Jadka jad waxaan dadkan ka soo jeeda wada muslimiin oo wada shahaadanayay, oo qaarkood innaka inaga tawxiid ficinaayeen, oo naga diin ficinaayeen, oo naga dhaqan ficinaayeen, oo naga dadnimo ficinaayeen, oo ducadooda ilaahay aqbalayay tabaaraka wa tacaala, oo waxaad laga yaabaa inaad ka soo jeedid dad xalaal mirad ah oo dhaqan wanaagsan leh, nin culimmada muslimiinta ka mid a oo inuu yahay baan u malaynayaa Masri ayaa tawaasul alijtimaacigan banka daawaday maalin, lajnatu taxkiim wadannada Scandinavia waddan ka mid ah ayuu musaabaqat alqur'aan buu markaa ka qaadayay. Waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi, waxaan idhi Sweden ayaa ka socda, yar Soomaaliya soo kacay buu yidhi, waan yaab. Australia ayaa ka socda oo qur'aanka musaabaqada uga qayb galaya, waa Soomaali buu yidhi. Amerika ayaa ka socda, waa Soomaali. London ayaa ka socda, UK, waa Soomaali. Wuxuu yidhi ma garan kara buu yidhi, xidhiidh baa jira buu yidhi, xidhiidh waa hadalkan ku ta'athuray, aad ay maartaan ay taabtay. Wuxuu yidhi maaha innika buu yidhi, laga yaabaa aabbayaashiin dadkaad ka soo jeedaan, laga yaabaa inay jirto sir iyaka ilaahay u dhaxaysay. Waa waxa ilaahay qur'aanka inoogu ilaalsanaya weeyaan, bifadli illaahi caza wa jalla wa bikaramihi, meelo badanoon adduunka aan maray oo safarro dacwadeed u maray, masaajid kuma tukado ilaa imaamka salaada tujinaya waa Soomaali, qaariga salaada tujinaya waa Soomaali. Marka nicmada ilaahay nagu galladaysta, nicmata alhidaaya, nicmata alimaani waalislaam, nicmadaasi markaa han qadarinno oo ilaahay han ugu mahadinno oo han ku shukrino oo nicmada dhulka ha dhigin, ha dayicin, meel kor u qaad, kor u qaad. Waxa ugu qaalisana ilaahay adduunka dusheeda uu dadka u siiyo waa hidaayadda, hidaayaddii baan haysannaa. Marka nicmada ilaahayna siiyo, waxaan u baahannahay inaan ilaalsanno oo ku camal fallo, oon ubadkeenna barno, oo inagu diinteenna baranno, oo inagu diinteenna ka shaqayno. Waa saddexda diintu ay ku ilaalsantay, waa saddexdaas: alcilmu waaddacwatu waalcamal. Alcilmu waalcamalu waaddacwatu ilayhima, cilmiga inaad diintaada barata
وفريضة على كل مسلم ومسلمة إن دينت آتقاننا أتكو عمل فشا وقيامها ليسوي دين دونا والقرآن حجة لك أو عليك قرآنك أي دينت إلى هيك السيئي مالك قيامها أم حجوك كفر دونا أم أذك قرآنك حجك نغني دونا الصوم والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه ويقول الصوم ويقول الصيام منعته الطعام في النهار فشفعني فيه حديث معانيه سوها النبي وكيلها لبا قيامها ويشفعات قال يا لبا صوم كنا وشفعات قال قفك الصوم جري ووحو كورنا يا ربي أدونك دشيدي مالنكي أيا شهوة دي سكرر به إرجان هي إلهه إرجدا وإي أقبل بورنا يا إرجان وهاي قرآن كنا وحى ولا يا هاي هبين كيف وكيف جرو خرين جري إلهه شفاعة إرجان وهاي إرجدا إي أقبل بو يسقون لا يها قرآنك بركة حدا دين تن كعمل فشو مالك القيامها دين تو يلا كو شفاعة قادي والدعوة إليهما هي إن دتك مسلمين تنا barashada diinta loogu yeero salaada loogu yeero gabdhuhu gabdhaha u yeeraan asturka loogu yeero dhaqanka wanaagsan loogu yeero haddii adigu daaci noqonood umada khayrka ugu yeerin adiga lagu yeerin ad-da'watu ila Allah fariidatu shar'iyya wa daruratu bashariyya wa ana min asbab al-hidaya wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim نبي محمد عليه الصلاة والسلام بإلهي كلها داتك حق ربك أغو يير حدا داتك حق ربك أغو يير يسد دريقي مستقيم كهنون كيبا الدول صارت هاي بالنبي قال لغو يري دعوت بركة دمد خير كأدقار سين يسد ومن أسباب الهداية وأسباب تأد كقران كر يسد نعمة إلهي كسي قدر كيغا بركة نعمة إلهي نسي إسلام نمدا هنكو شغرينو إلهنا هنقوم مهندقنو مالك لأنه هو تاجن عز الدنيا والآخرة هدا دون تدين تادونك ابن عباس الله رالك نقد السقي حبيبه وحويري عبادة هي دين تاني خير كإلهي نسيي هدو قفك كده دالو وإلهي حرير في عنو الله يشو وعبادة دي سالات دي سلقة أقبله شف فوائد بعدون كده شيء إلهي كصيا نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق هذا عبادة هذا طاعة هذا دين إلى هيك سي رغنا كان نقطات كل رغنتو شن تان نعمة ضاد بعدون إلى هيك وقدر سيني شن تان نعمة ضاد نور في القلب قلبك إلى هين نور كو قلنا يا نور وضياء في الوجه وجه أجن يفتين باك بحاء يا مر والبا قف بشاش وفرحة بدن بعد نقول إيسا أو بلا استرس أيام نقول إيسا وقوة في البدن جلك أجن إلى هاي قوة دي حوق بقلنا يا وسعة في الرزق أرزاق دادن إلى هاي وقوة سعنا يا ومحبة في قلوب الخلق خلق جن جعيلا إلى هاي قلب قد كوقلنا يا شن تاني عمدود لقو مهلا العق لقو مهلا أقوان تنا الدوية ما تدق لقو طلح تقو لقو مهلا قبيالد لقو مهلا منصب ابن عباس مفسر القرآن حبر هذه الأمة أيا كوشيغا يا أو كله هذه إلهي أذيغا حجير كي نقاد حي أو هقاقا شنتا نعمة دوت بأدون كي إلهي كوصينا يا نور في القلب قلبك أغوى نور نور كقلبك ومحي وإندها قلبك أيا كوفر مايا وإندها اللقو أركا خالقا هي مخلوق فرق محا أدحايا أدوية قابا هي آخرة واسعة بدن له فرق محا أدحايا طاعة إلهي هي معصية فرق محا أدحايا أشياء هي ما تريالك هي صلاة هي عملك وناكسن دفرن فرق محا أدحايا إسلام نمدا هي قبيالة فرق محا أدحايا ونورك اللقو أركا ونور القلب ويا وضياء في الوجه وجه أغنى إفتين باك بحايا حسن البصري الله هو نحرسته عالم من علماء السلف هذه الأمة وتابعين تأيو كمدها وجهي سو أسمر اللون مدب كي الناس وكلا عيولها وجهي سو إفتين باك بحجري سؤال بالله ويديو اللقو يري وجهي آقا إفتين باك بحا محاد سميسان نوشيك وحو يري ساعدها دتك أي هردان
ayaan ilaahay la munaajoodaa buu anigu saacadahe waqti asaxar wabil asxaarihum yastakfiruuna baa ilaahay yidhi mu'miniinta calaamaadka lagu ammaanay waxaa ka mid ah waqtiga suxuurta waa waqtiga qafladdu ay badan tahay waa waqtiga shaydaanku qofka uu dushiisa ku yidhaahdo habeen dheer baa dushaada ahaadee iska jiif ayaan kacaa buu dhihi saacadaha baan kacaa deedna ilaahay baan la munaajoodaa markaasaa lagu yidhi haddana majliskaagan majaalista kale waa ka duwan yahay oo muxuu kaga duwan yahay lagu yidhi yuu yidhi waxaan arkaynaa majliskaagan madaxda kula fadhiisanaysa awlaaddii madaxdu ay dhaleen baa ku dhagaysanaysa maalqabeenadii baa ku dhagaysanaya sidee markaa ku dhacdaa lagu yidhi inay dadka shurafadu ay hadalkaaga iyo khayrkaaga jeclaadaan waa ninii sheegaya buu taana jawaab baa niga siinayaa waxay haysteen baan u daayay waxaan haystana way u baahdeen buu ku yidhi waxay haystaan maxay haystaan madaxdu adduunyadii bay haystaan maalqabeenadu warqadee lacag ay haystaan madaxdu mansab bay haystaan maalqabeenadu lacag bay haystaan farahaan uga qaaday farahaan uga qaaday waan u daayay anu xagga ilaahay baan u jeestay xagga diintaan u jeestay cilmiga ilaahay i baray ayaan ummadda intoon meel u fadhiistay shaqadaydu waxa weeyaan dadka iyo ilaahay baan isku xidhaa maadaamuun ilaahay ku kalsoonahay waxaan haystay u baahdeen markaa iyakii waayo ninka muslimka nicmadda uu haysto waa nicmad dadkoo dhan u baahan yihiin bal dad muslimiina maanta waxaa ka dhaadhacsan dad muslimiina waxaa ka dhaadhacsan ma taqaanaan gaalada lagama maarmi karo horumarkoogaan u baahannahay aqoontoodaan u baahannahay sistemkoogaan u baahannahay la'aantood lama noolan karo waxaanad ogeyn waa run aqoon hadday leeyihiin aqoontooda ka soo baro laguma diidano sistem fiican haddaad ku aragta iyagoo ku dhaqmaaya wixii diintaada islaamka aan waxba u dhibaynin ka soo qaado waayo nebigeennaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigeennaa saxaabada ku yidhi war umuurtiinna adduunyada ninka iga aqoon badan buu nebigu ku yidhi laakiin waxaanad ogeyn adigu oo kaa maqan gaaladu sababtaaday ku nool yihiine adigu iyaka sababtooda kuma noolid muslimka sababtiisay adduunyada ku socotaa muslimka ashahaadanaya waa ruuxdii caalamka bini aadanka ruuxdiisu hadday ka baxdo jidhkani waa mayd maydna waa layska aasaa ruuxda caalamka ku socdo ma taqaanaa waa alislaam ina addiina cinda allaahi alislaam laa taquuma asaacatu xataa laa yuqaala fi lardi allah allah fii saxiixi muslim waxauu nebigu ku sheegay dabayl inay ka iman doonto min qibali shaab dabayl qabow leedna markaasa qof kasta oo mu'mina ama misqaala darrah waxay ishu aragta waxa ugu yar oo khayra ama iimaan qofka qalbigiisa uu ku jira buu nebigu yidhi dabayshaasi intay gasho sanka iyo afka intay ka gasho ayuu u dhimanayaa buu nebigu yidhi xataa midkiin hadduu buur caloosheeda uu ka geli lahaa dabayshaa intay ka daba gasho ayay ruuxda ka soo qaban buu nebigu yidhi qof mu'mina adduunka ku hari maayo dabayshaasaa mu'miniinta adduunyada ka wada rafacaysa falaa yabqaa fi lardi ilaa sharaaru lkhalqi baa nebigu yidhi dadka adduunyada ugu shar badan ayaa caalamka ku soo hari doona kuwaasoo wanaaggana aan isfaraynin xumahana aan iska reebaynin arsaaqadana dhinac walba laga dhigay ibliis baa isku soo sawiri doona oo odhan doona aniga maad ii ajiibaysaan oo maxaadna amraysaa hanku ajiibna bay ku odhanayaan waxa uu odhan doonaa asnaamta dib u caabuda kuwaasoo asnaamta caabudaya buu nebigu yidhi oo ilaahay khayrkii caabudaya oo munkarkuna meel walba uu yaallo ayaa saacadda qiyaamada ku dhici doontaa buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasallim saa daraaddeed walaalayaal muslim ogow caalamkan innaku inagu taagan yahay dad kale ka kuma taagno adigaa ruuxdii caalamka maxaa markaa lagaa rabaa inaad adigu islaamnimadaada muujisaa lagaa rabaa in islaamnimadu kaa noqon sheegato sheegasho ay kaa noqoto maaragtaanay ku dhaqan waayo dhaqankaagaa ummaddu arkaysaa waddankan aad ku nooshihiin inniku khaasatan dadkiina dhulkan jooga iyo dadka qurbaha jooga ee wacdigaa dhagaysanayaba salaaddaad tukanaysa dadka gaaladu ma arkaan soonka aad soomaysana ma arkaan xashkaad gudanaysana ma arkaan oo maka intaana la gelin waxaaba ku qoran maaragtaane mamnuuc qof aan muslim ahayn maba gali karaba zakadaad dhiibaysana gaaladu nasiibba kuma leh
سديت الصنف إذا كذا لصينا يو وعدتك مسلمين تلاقو تلاقي مركا حديث صلاة هذه قالت وين أركين صون كأجينا وين أرك أي أركين حش كأجينا أين أركين دتك قالت مركا ما هي أركيان رقم كأج مركا أركيان سيد رقم إيسا سلام نمد إلهي كسيء أوكو قال الله يستي مكان موقتا هذا نسمع عمك هذا النبي جن عليه الصلاة والسلام ما كمرك وصوغ علي دنا أول بعيدا بكسوق شيء أفر كن أي اللجو قياس أمر كذا كم قال هذا ما كن ولا قريش لقي هنا النبي جن هزوك سدين مرقاب النبي كويدي ماذا تظنون أني فاعل بكم حد ما أنت إجمع لين سنة نقول سمين بنبي قريش وحي نبي قد يبقى يستن الأوجي هنا وقرنته بلال بيت دبان عمر بيت دبان أبو بكر بيت دبان ونبي محمد بيت دبان ما ديرين لح سنة كور زديد سنة كور به القياستي ما حد أم لين إنسان ما أنتنا نقول سمين حد يقفل أنا إنسان هل مركلي أنت صداو يجن بيقول هذا وحن كامل إنا خير وحنو أرقنا إنا تحي ولالك يجي ونكسنا ولالك يجي ونكسنا ونور دلي مركاب النبي كويري أنا قلنا ما أنت وحن استاجا يا موقف عجيبة موقف كي هلك النبي يوسف ولا ليه يوقحوسية مركب أي مادين استجوا وزير كي مالية مصر أيو كويري لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما أنت وحلي نجا أرجوسنا يا مجرتو إلهي دنبجينا هدافو كونا حريصك أونا حريص بدن وإلهي سيدي نبي يوسف ولاليه ولد دغمي أيان أنا قلنا ما أنت إني لد دغمي أقل الذين قلبوا النبي قولي آمن باتن والنبي قلي برسولك كويلي ورأيت الناس يدخلون في دين الله ما ينقون أغلالك ما ينقون رير انتي أبحين أي النبي قلت صف أصو قلان يكو أشهادنا أي يا الله ومالنت وخالد يري ما انت ومالنت هليبك ومالنت قريش لغوغين يي انصار ساسيد هذا انصار مركاب النبي يقول مي عباس وشيغ انصار ما انت مالنت ددك لغور عيل لين يماها كدما ما انت ومالنت نحرس وما ارسل حارس تاسارو بحنا هم أنت. سلام نماد وين هنگا نقطو نگر. وجود دکل ما هو حال نوییه لی نمان که آخیار تا. این نقد دالی. اکولن که این نیق بته. علما دن مل بدن وگیره کسوع عزوم اینه نلا حلان. و الله وجود دکل ما له وحیلیه این کلیه. سید دین تنه این ولش نه اوتی ماده بس. مرکا وحنا نقد در دار میا. نفته دن اکولاد دردار میا. این اندادال که زیادی نو دعا دبادی نو دین تو این نگان نقطه مارکتانه کردن گریه هن. ابد کن قبله هن دین تو کو آبادی نو. انشالله ده هذا. هذا و بالله توفیق و صلی الله علیه وسلم. السلام عليكم بشارو 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 هذه سفر لو قال جري برشه القران كا حتى واحد كو برانيسا قران كا يو علوم الشريعه هذيك او جوجو غريغا يو كوبتا دا شقو دوسيغا اونلاين كا اي برشه القران الكريم كا يو شريعه الاسلام كا دروس تا او سيده تحانها او ديغو وحا كاميدا برشه القران الكريم كا يو هيغادا علوم الشريعه الاسلام كا تربيه اولاد يو قد عربيغا هذا باس خورست واي سعطا هذا نروقا وفي فافاهنا كل حريق نبرا الشاشة دكا قمطة هم وغاني دوكسيقا أغلان كبرشاد القرآن كريمكا يعلن تشريعا دارو الهجر